الحديث بدءا من الحرب العالمية الثانية ودعم جهود مصر للصومال في هذا الصدد، فإن كذلك المصريون قد دفعوا حياتهم ثمنا للصومال ومساندتها للحصول على استقلالية وتصبح بلدا مستقلا. فإننا نتذكر كذلك الدور الذي قام به الرئيس السابق في قيادة الصراع من أجل الاستقلال. السلام عليكم. النهاردة حديثنا هيكون عن زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود لمصر. الزيارة اللي بتحصل لأول مرة منذ تولي الحكم. تولى الحكم في مايو الماضي مايو 2022. النهاردة بيزور مصر في شهر 7/2022. معنى ده انه شهرين، يعني انا بتكلم على زيارة عاجلة جدا في المدى الزمني اللي تولى فيه الحكم. وده بيعكس مدى العلاقة القوية بين البلدين. ولا اتحدث فقط عن علاقة ثنائية بين مصر والصومال، ولكن اتحدث ايضا عن علاقة مرتبطة بامن البحر الاحمر، وعلاقة مرتبطة بالقرن الافريقي وملف المياه، وخاصة ما يتعلق بسد النهضة الاثيوبي. عشان كده اقوى حاجة في الزيارة اللي حصلت بالامس من الرئيس الصومالي لمصر هو البيان الخاص بسد النهضة او بالاعمال المائية اللي بتبنى، السدود اللي بتبنى على نهر النيل تمنع وصول المياه من دول المنابع لدول المصب. لما تجد السياق اللي كتب به البيان او اللي القي به البيان في هذا النسق هتجد بيان قوي جدا. ولكن تعال اقول لك بعض الاخبار الهامه قبل ما ننتقل لهذا الخبر. الخبر الاول معانا من حديث للرئيس التركي رجب طيب اردوغان مع قناه تي ار تي التركيه. الراجل بيقول لك صراحه كده، احنا يعني لا توجد اسباب لمنع رفع العلاقه للمستوى الاعلى بين مصر والجانب التركي. العلاقه بيننا علاقه، في علاقه ولكن هي على مستوى المتدني، على مستوى وزارة الخارجية. وحتى الآن العلاقة على مستوى وزارة الخارجية لم تصل لوزير الخارجية نفسه، يعني لم يلتقي وزير الخارجية المصري ووزير الخارجية التركي لمرة واحدة. أقصى مدى في هذه العلاقة حصلت لما جه سادات أونال نائب رئيس أو نائب وزير الخارجية التركي في مايو 2021. جه زار مصر والتقى مع نائب الوزير المصري، نائب الوزير سامح شكري كان اسمه حمدي لوزة. ده اللقاء اللي وصل او اعلى ذروة اللقاءات، لكن هو في البيان اعلن انه في مساعي مستمرة من بلاده لتحسين علاقاتها مع مصر والسعودية والامارات. لكن في مشكلة لازالت في العلاقة المصرية مع تركيا، وطبعا حضراتكم عارفين في مطالب مصرية من تركيا لم تتحقق حتى الان. فلما تجد الرئيس التركي يقول لك مفيش اسباب او يقول لك لا اعلم ايه السبب، اعرف انه في اسباب ولكن هو لا يفصح عنها. ده الخبر الاول. الخبر الثاني خبر غريب جدا. الرئيس الامريكي جو بايدن كان موجود في القمة في شهر 7 هذا الشهر في 16/7، وخلال القمة التقى مع الزعماء، بنتكلم على زعماء الدول العربية ومنهم مصر. خلال هذه القمة لسه النهاردة او بالامس بتعلن السفارة المصرية او السفارة الامريكية في القاهرة على انه الرئيس الامريكي جو بايدن خلال القمة دعم مصر بمبلغ 50 مليون دولار. ده خبر غريب جدا لانه تأخر اعلانه كل المدى الزمني ده، بنتكلم على حوالي 8 ايام او اكتر تأخر في إعلان الدعم الأمريكي لمصر لمواجهة التحديات الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية وعن الحرب، هم بيسموها غزو روسي لأوكرانيا وبيسموها في البيان غزو غير مبرر. ولكن هو بيقول لك إحنا دعمنا مصر مثلها مثل 47 دولة ومنظمة، كلهم دعمناهم بمبالغ مالية لمواجهة التحديات الناجمة عن هذه الأزمة. مش بس البيان اكتفى بده، فقال لك، قال لك كمان إحنا دعمنا مصر والقطاع الزراعي في مصر بمليار 400 مليون دولار على مدار شراكة مدتها 40 سنة. وطبعا قال لك احنا دعمنا كمان 500 ألف فلاح بمساعدات خاصة بتطوير أنظمة الري. قال لك المساعدات دي والعلاقة دي أنتجت أو زودت يعني كمل صادرات المصرية والإنتاج الزراعي بنسبة أكتر من 1000%. فطبعا ده بيان قوي بيخرج من السفارة الأمريكية في القاهرة، وإحنا محتاجين تفسير لهذا البيان أكتر من الجانب المصري. وقت خروج البيان فيه شيء غريب، وكمان المعلومات اللي بتخرج من هذا البيان. ولكن هرجع واقول لك، انا قلت لحضرتك الحلقه اللي فاتت انه الجانب الامريكي بيدعم ويساعد في المنطقه، وقلت لك انه في اموال بيضخها لبعض الدول الافريقيه عشان يساعدها في تقليل الاعتماديه او في يعني مواجهه المشاكل الناجمه عن الغزو الروسي لاوكرانيا. وقلت ان زي ما روسيا موجوده فالولايات المتحده موجوده، وطبعا هنا لازم نراعي ان الدول دي بتجابه بعضها في المنطقه، وانت لغاية النهاردة لم تحسب على جهة منهم. تعال بقى ننتقل للموضوع الاهم والخبر الاهم معانا، وهو زيارة حسن شيخ محمود الرئيس الصومالي الجديد لمصر. زي ما قلت لك شهرين الراجل بيزور مصر. دي المعلومة الاولى. المعلومة التانية، لما بتتكلم على الصومال فهي دولة بتعاني من مشاكل لا حصر لها. الصومال حضرات عدد سكانها كام؟ 16 مليون مثلا، 16 مليون نسمة بحسب اخر احصاء.
الصومال مقسمة، يعني انت عندك اقليم اسمه سومالي لاند او ارض الصومال، ده اقليم بيسعى للاستقلال، وعندك اقليم الصومال الكبير او الدولة الكبيرة، ودي مساحتها بتتخطى ال 600 حوالي 637 الف كيلومتر. اما الصومالي لاند فدي بتتخطى ال 200 الف، اتكلم في حوالي 284 الف كيلومتر. وزي ما بقول لك العلاقة بين الجانبين علاقة انتبه بعض المشاكل كانت شائكة في بعض الأحيان وجيدة في أحيان أخرى. الصومال من الأماكن اللي لعبت فيها تركيا لإنشاء قواعد تركية في منطقة البحر الأحمر، وده اللي أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة لما اتكلم على فكرة أنه أمن البحر الأحمر مهم جدا، والعلاقة بيننا مصر والصومال هي علاقة حاكمة في هذا الأمن. مصر لا تبخل على الصومال في دعم أي نوع من الدعم، دعم فني، دعم اقتصادي، دعم تكنولوجي، واجهة المشاكل اللي بتقابلها الصومال داخليا. حضراتكم عارفين عندهم جامعات متطرفة مالية الصومال. ضيف على ده أن أحد البنوك المصرية وهو بنك مصر تم منحه رخصة من قبل البنك المركزي الصومالي بداية هذا الشهر ليكون أول بنك غير صومالي يعمل في الصومال. متخيل بنك مصر لما يكون موجود في الصومال، وده بنك قوي جدا، يوجد في الصومال بدولة فيها شبه عدم استقرار، مع لأنك بتدعم الصومال دعم قوي جدا في المجال الاقتصادي. وخد بالك ان زي بقولك كده، ان كان ده اول بنك لدولة من خارج الصومال يوجد في الصومال، فمصر ليها فروع لبنوك اخرى في عدد من الدول الافريقية. لسه من شهر في جنوب السودان مصر افتتحت فرع البنك الاهلي لأول مرة ايضا، وده اول بنك مصري يفتتح في جنوب السودان. هناك عدد من فروع البنوك المصرية في دول افريقية، ولكن انك توجد في الصومال بدولة بوضعها ده، انت هنا امام علاقة مختلفة شوية. طبعا ضيف لده او ناهيك عن ان الصومال نفسها دولة بتعاني غير امنيا، هي من اكثر دول العالم في المجاعات وفي الجفاف، وضع الصومال صعب جدا، ولازم ندرك انه هذه الدولة بحاجة للمساعدة. هما بيفتكروا ان احنا وقفنا معهم قبل كده في عهد الرئيس جمال عبد الناصر لما كنا بندعم حركات الاستقلال الصومالية، وفي شهداء من مصر راحوا ضحية دفعوا عن الصومال ضد المستعمر وساعدوا في تحرير الصومال. الصومال كانت دولة تعتبر محتلة من مستعمرين زي إيطاليا وبريطانيا، مصر ساعدت الصومال في ده وهم بيفتكروا ده. يمكن من أجمل كلام الرئيس الصومالي هو أنه تذكر الدور المصري المناضل أو الداعم للصومال في الحصول على حريته واستقلاله. بفتكر دايما الدور المصري الإيجابي مع الصومال على مدار حوالي 40 سنة ماضية. الراجل لا ينكر والصومال لا تنكر إطلاقا الدور المصري الداعم للصومال، وأنا أعتقد أن ده واجب على مصر، مش بس عشان أنه في أشقاء في الصومال أو العروبة أو أنها دولة أفريقية، ولكن هناك علاقة حاكمة في الجانب الصومالي وفي موقع الصومال. دي دولة ببساطة معرضة للاختراق، اختراق شفناه قبل كده وحدث، وحاولت تركيا انها تنشئ قواعد عمل التدريب للجنود للشرطة الصومالية، وانشأت قاعدة على احد المواني الصومالية على البحر الاحمر. اللي عايز اقوله لك كمان ان حصل توتر قبل كده في العلاقة بين الجانبين. طبعا في رئيس وزراء قبل كده صومالي جه مصر من حوالي سنتين اسمه حسن روبلي، راجل جه مصر عمل زيارة راح الازهر. بالمناسبة انت عندك حوالي اكتر من 800 لألف طالب صومالي بيدرسوا في مصر. زادت المنح الدراسية بكلام رئيس الوزراء المصري، كانوا 200 منحة بقوا 400 منحة لطلاب الصومال. عندك ايضا لازم تدرك انه في 2021 تم صدر للصومال بما يعادل 64 مليار دولار صادرات. هذا مجمل شكل العلاقة بين الجانبين، الجانب المصري والجانب الصومالي. اللي عايز اقول لك كمان انه حصل قبل كده من حوالي سنتين في مدارس مصرية انشأت في الصومال، وفي مدارس مصرية أو محاولات لإنشاء مدارس مصرية في إقليم أرض الصومال اللي بيحاول الاستقلال. تخيل حضرتك أن بمجرد سماع الصومال أخبار عن محاولات مصرية أو طلب من أرض الصومال لمصر لدعمها بإنشاء دعمها في قطاع التعليم بإنشاء مدارس وبعثات تعليمية وخلافه ومناهج وكلام من ده، الصومال جدا كان أصابها يعني نوع من الغضب، درجة أنهم قفلوا مدارس مصرية ويمكن طردوا البعثات التعليمية المصرية من مدارس شهيرة جدا في العاصمة مقديشو. بنتكلم على مدارس كبيرة كان فيها مدرسين مصريين، تم إغلاق تلك المدارس احتجاجا على مساعدة مصر لأرض الصومال في إنشاء مدارس وتعليم أيضا موازي للتعليم اللي بيحصل في الصومال. فده مجمل برضو زي بقولك للعلاقات بين الجانبين،
ولكن تعال بقى نركز على البيان اللي خرج بخصوص ملف سد النهضة. البيان ده كان بيتكلم على انه اي عمل احادي بيحصل من دولة منبع عمل مرفوض. كمان البيان اتكلم على ضرورة التعاون والتشاور بين الدول المتشاطئة، لانه يكون فيه تعاون في هذا النوع من العمل. انت عندك هتعمل سد، يبقى احنا نتشاور مع بعض عشان ما يحصلش ضرر للدول المصابة. كما تطرقنا الى تطورات ملف سد النهضة الاثيوبي، وتوافقنا حول خطورة السياسات الأحادية عند القيام بمشروعات على الأنهار الدولية، وحتمية الالتزام بمبدأ التعاون والتشاور المسبق بين الدول المشاطئة لضمان عدم التسبب في ضرر لأي منها، وذلك اتساقا مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة، ومن ثم ضرورة التوصل بلا إبطاء لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل هذا السد. ده طبعا بالإضافة لضرورة الوصول لاتفاق قانوني وملزم. تخيل حضرتك أنه من 2021 من شهر إبريل والمفاوضات متوقفة بين مصر والسودان وإثيوبيا. تخيل حضرتك أنه من وقتها بيان مجلس الأمن كان في نهاية العام، نهاية 2021 أعتقد في شهر سبتمبر، ومن وقتها الجانب الإثيوبي مستمر في عملية الملء. بنتكلم على الملء الثالث. النهاردة وصل الملء لتخطى 2 مليار متر مكعب. فطبعا احنا امام وضع مشكله كبيره جدا بالنسبه لمصر في المجال المائي وفي الجانب المائي. فمعنى ان يكون في موقف صومالي مؤيد لمصر، فانت هنا امام موقف يغضب اثيوبيا من الصومال. ده بعيدا عن تاثير الصومال. طبعا الصومال دوله غير مؤثره على الاطلاق، يعني مش هتقدر تؤثر على الجانب الاثيوبي في انه تمنعه عن الملء الثالث مثلا، او انه يخضع لرغبات مصر والسودان في تنظيم عمليه الملء. ولكن هو مجرد رأي دبلوماسي أو وجهة دبلوماسية لدولة أنت بتساعدها في القرن الأفريقي. ولكن ما أعتقده أنه الصومال مؤثرة جدا جدا في أمن البحر الأحمر. إذا تمكنت من تحييد الصومال ومنع إنشاء ووجود قوى غريبة على أرض الصومال، قواعد أجنبية على أرض الصومال، فأنت هنا كسبت شيء إيجابي جدا يهدد أمنك من البحر الأحمر من اتجاه الجنوب. وطبعا الصومال قريبة جدا من مدخل باب المندب اللي هو قريب من جيبوتي الدولة المجاورة. دي كانت المعلومات الخاصة بهذا الملف، العلاقة المصرية الصومالية، العلاقة اللي بتعتبر جيدة جدا النهاردة. ولكن نضع في الحسبان ان هذا الملف معقد جدا، خاصة ما يتعلق بدول حوض النيل، وطبعا وجود قوة كبرى في المنطقة بتحاول كل قوة انها تثبت نفوذ اكبر على حساب الدول الموجودة. بشكركم جدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.